شيء تشرف بحضوركم اخواني واخواتي. بالنسبه لمغردون للوطن، قبل لا نبدا بالعنوان بريد ان نوضح نقطه معينه. من هم مغردون للوطن؟ كل المجتمع الاماراتي هم مغردون للوطن، كل المجتمع بلا استثناء. هي مش مجموعه معينه ولا انها لصيقه في فئه معينه، هي واجب وطني على كل فرد اماراتي في هذا المجتمع. ليش؟ في هذه المنطقه من البشريه، من بدايه البشريه وليومنا هذا، المنطقه ما مرت بهذه الظروف ابد الا مره واحده، كانوا يسمونهم الخوارج. واليوم نحن نعيش في زمن خوارج هذا العصر، ومواجهة الخوارج فكريا واجب ديني ووطني. الاستهداف اللي حاصل حاليا لعقيدتنا ودولتنا، وعلشان كذي نقول نحن لهني كلنا مغردون للوطن. كلنا نملك هني حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، انستغرام، فيسبوك، سناب شات. هذه المنصات يوميا تطلع من عندنا بوستات ولا تغريدات. آلاف التغريدات في تويتر تطلع يوميا من الإمارات، آلاف. وهذا في الحقيقة يعبر أن فعلا منصتك فيها من الحرية اللي أنت تمارس فيها، تنتقد. حسابك مثلا رياضي، أزياء مثلا، لكن في مرحلة من المراحل هذه المنصة أو هذا الحساب لابد أن يتحول من حساب شخصي لسلاح وطني. كمية الحملات الإعلامية اللي تواجه فيها الدولة اليوم كبيرة جدا، وحقيقة لا أخفيكم أن هذه ضريبة. الضريبة هذه سببها التوجه السليم لدولة الإمارات منذ عهد المؤسس الشيخ زايد رحمة الله عليه. تبنت دولة الإمارات، وطلعت مقاطع مؤخرا عن الشيخ زايد رحمة الله عليه وهو يتحدث عن الأنظمة المعادية للدولة، بعد نظر، فكر سليم، أي شيء ممكن تسمونه، هو هذا واقعنا اليوم. اللي قاله الشيخ زايد من 15 سنة اليوم نلمسه في الواقع. وفي الحقيقة الأزمة لا تعتبر، الأزمة الحالية في مواقع التواصل الاجتماعي لا تعتبر فتنة، هي تعتبر مواجهة حقيقية للتطرف والإرهاب. وهذه سياسة الدولة ونهج دولة والكل شريك فيها. قبل سنة تقريبا تكلم الشيخ محمد بن زايد في منتدى الشباب وقال كلمة جدا جميلة وعميقة، قال كلنا شركاء في صناعة سمعة طيبة لهذه البلاد. ليش؟ لأن سمعة الدول اليوم تبنى من المجتمع، سمعة الدول اليوم تبنى من عندنا، نحن اللي نصنع السمعة للدولة. الحكومة لها دور ونحن لنا دور، وكلنا شركاء في هذه الأزمة. فحساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي لابد أن يكون لها دور فعال في مواجهة هذه الأفكار، والمواجهة هذه لابد أن تعكس القيم الإماراتية اللي معروفة عنا على الصعيد الإقليمي كان أو على الصعيد الدولي. لكن السؤال المطروح، وين بعض مشاهير السوشيال ميديا مثل ما نحن نسميها؟ هل هم محايدين؟
الحياد له معنى قاسي جدا في الأزمات الوطنية والأخلاقية. وأنا في الحقيقة ما أريد أعطيهم صفة الحياد، لأن بالأساس لا يوجد في دولة الإمارات شخص محايد في القضايا الأخلاقية. الكلام هذا مش أنا اللي أقوله، في مؤشر عالمي لثقة الشعوب بالحكومات، الإمارات الأولى عالميا وهذا معروف. لكن في كاتب إيطالي عرف الحياد بهذا المعنى: أحلك الأماكن في الجحيم هي لأولئك الذين يحافظون على حيادهم في الأزمات الأخلاقية. كان يقصد الكاتب اللي هي جرائم السرقة أو القتل وإلى آخره. لكن لو غيرنا الأزمات الأخلاقية وحولناها للأزمات الوطنية راح يكون المعنى قاسي جدا وما حد يتحمله. لكن نحن ما بقول أنهم محايدين، بقول أنهم في تردد. التردد هذا له أسباب، وأي كانت هذه الأسباب هي مش مقنعة أبد. ممكن الشخص هذا أو المنصة المعينة هذه سواء كانت في إنستغرام أو تويتر ممكن أنها تكون مخصصة لمجال معين وطرح معين ومادة معينة، ففي مرحلة من المراحل يقول لك لا أنا أخاف أفقد متابعيني، متابعيني مش متعودين، أخاف أخسرهم. لا، أنت تخسر نفسك قبل لا تخسرهم بهذه الطريقة، لأن اللي صنعك واللي أسسك دولتك مش متابعينك. دولة الإمارات أسستنا كلنا، ما حد انولد في بطنه من بطن أمه طلع وهو عالم ولا هو مثقف ولا هو ممثل ولا هو كاتب ولا هو محلل. الدولة هي اللي صنعتنا. في 2013 قضية التنظيم السري نهايتها شفت أغلبيتهم دكاترة ومسؤولين وإلى آخره ومثقفين. من اللي صنعهم؟ من اللي وصلهم لهذه المرحلة؟ الدولة. فنحن كلنا صناعة هذه الدولة اللي أسستنا، فلا بد أن نرد نوع من أنواع الجميل لهذه الدولة. وفي فكرة مطروحة بأن أنا ما أريد أخوض في المواضيع السياسية. القضايا الوطنية عمرها ما كانت نوع من أنواع الخوض في السياسة، هي تعتبر نوع من أنواع الواجب الوطني. فمثل ما عندنا نحن في الدولة رجال ونساء في ميادين الشرف يدافعون عن الدولة وأرض الدولة، لابد أن يكون هناك عندنا أيضا رجال ونساء يحمون سمعة الدولة في العالم الافتراضي هذا كامل. قبل ممكن الدول علشان توصل لقياس للرأي العام حول قضية معينة في دولة معينة تحتاج العديد من الإجراءات، تحتاج تصاريح وإلى آخره. اليوم من خلال تويتر ممكن يطلع قياس رأي عام عن قضية معينة بسهولة جدا. من اللي يعطي هذا القياس؟ نحن. فإذا كنا نحن ما نخوض في مثل هذه القضايا الوطنية راح يقولون هذا المجتمع غير مبالي بهذه القضية، وإذا أخذنا في هذه القضية يقول لك لا هذا المجتمع مبالي وهذا الشعب وهذا المجتمع يحب قيادته ويحب دولته. وأنا على يقين تام أن الجميع في الدولة عندنا والله الحمد مع قرارات القيادة ومع حبه ولاء للدولة. لكن خلونا نتكلم عن السلاح اللي نحن نملكه. ترى الكلمة مؤثرة جدا. في الخطر اللي نتكلم عنه مهم جدا أن كل شخص يدركه، ألا وهو الخطابات
اللي نشوفه في الإعلام المعادي، وأنا متعمد أسميه الإعلام المعادي للنظام المعادي للدولة من سنين طويلة، وهو يستهدفنا نحن والسعودية كمجتمع وليس كقيادة. كيف؟ جميعنا نعرف عن أحداث 11 سبتمبر، يتحججون ليومكم هذا عند الدول الغربية ولدى المنظمات ولدى أمريكا بأن اللي نفذهم هذه الجنسيات اللي موجودة، وليومكم هذا الله فضحهم بأن مدبر عمليات 11 سبتمبر كان موجود في الدوحة، خالد شيخ. فهم كانوا يسعون لأن المواطن الإماراتي أنه ينخرط في مثل هذه الجماعات المتطرفة والإرهابية، وأنهم يقدمون هذا المواطن الإماراتي والسعودي على أن يرتكب على مثل هالنوع من العمليات علشان بكرة يأذون دولتنا بهذه الطريقة. سلاح هذا العصر هي الكلمة، لا شك. أنظمة سقطت بالكلمة، وأنظمة انهارت بالكلمة، وشعوب تدمرت بالكلمة. الكلمة قاتلة جدا، وأحيانا ممكن نسمي هو يعتبر سلاح، السلاح الأول للجيل الرابع من الحروب. الجيل الرابع من الحروب نقل المعركة ل أرض أخرى، وهذا اللي حاصل في الدول اللي حولنا. تكلم على عصر التطبيقات الذكية في الدولة عندنا، فعشان ما أطول عليكم، نحن في الدولة دائما عندنا أفكار إبداعية، وهذا الكلام مش فقط للمؤثرين اللي هم في السوشيال ميديا أو أي كان، مهم جدا أن تكون عندنا أفكار إبداعية ومبادرات منا نحن كمجتمع حول الحملات اللي نواجهها والأمور اللي لابد أن نبينها، مش حولنا بالمنطقة، لا، نبغي نوصل اللي في الأرياف الأوروبية. كيف نوصل لنحن هذا ونغير فكرة؟ ترامب في حملته الانتخابية ما لجأ للمدن الكبرى، لجأ للشخص البسيط اللي قاعد في كوخ. هذا يعتبر ذكاء، وهذا اللي نحن نبغيه. نعرف أن اليوم الإعلام اللي الخارجي والصحف الصفرة واللي تعمل على مقالات ضد الدولة مقابل مبالغ مالية، هذه والجدير بالذكر على هذا الموضوع في الأزمة الاقتصادية العالمية قبل تقريبا 15 سنة أو 10 سنوات، النظام المعادي سخر مليارات لتشويه سمعة دبي والإمارات الاقتصادية بشكل فظيع جدا. صحف كبيرة طلعت أرباح 30 سنة قدام، والسبب قطر، بالمعنى هذا السبب قطر. ليش؟ إيش معنى دبي؟ الهدف كان أن في يوم من الأيام وبعد هذه الضغوطات يلجأ هذا النظام القطري أنه يأتي لدبي ويتعامل مع دبي مثل ما تعامل مع لندن وباريس. عفوا، كان الرد دبي والإمارات من الأشياء التي لا تشترى، كان هذا الرد بهذا المعنى. ومن هنا بدأت الحملة القطرية ضد الإمارات الاقتصادية. تفاجأت قطر بشيء آخر، يقول لك أنا مو بقادر ألحق عليهم اقتصاديا، طلعوا لي سياسيا وعسكريا. أي مكان دولة الإمارات تتواجد فيه تأكد 100% أن قطر تعمل على عرقلة
هذه الجهود الإماراتية. أفغانستان، الصومال، هذه كل الأحداث اللي تحصل من عرقلة الجهود الإماراتية مش عبث. الإرهابي اللي فجر نفسه شو درى في الإمارات؟ ولا يعرف. موجه توجيه طالع من عندهم، تأكد هذا الشيء 100%. ومش بس هم، حتى إيران. نتمنى في الحقيقة أن تطلع من عندنا مبادرات وحلول، أن نضاعف ونأكد للعالم أن الإمارات رقم صعب وأن الإمارات مستمرة شعبا وقيادة على المسار الصحيح اللي تبنته في محاربة التطرف ومحاربة الإرهاب ونشر السلم قبل كل شيء. وأنا على يقين تام بأن جميعنا اللي هني على قدر كبير من المسؤولية ومن حب الوطن، لأن في مثل هذا الوقت وفي مثل هذه الظروف اللي تمر فيها الدولة، أعتقد بأن اللي مو بقادر يدافع عن دولته بكلمة بكرة ما بيدافع عنها بسلاح. تأكدوا من هذا الشيء، اللي مو أكرر، اللي مو بقادر يدافع عن دولته اليوم بكلمة بكرة ما بيدافع عنها بسلاح، والكلمة هي سلاح هذا العصر. شكرا لكم.